تجون تحلفون تحلفون وبعدين تطلعون ترمونه. هذا اللي رمونا به الستوك. واحد من واحد من جماعته وقع من عده وسوى بالمخرزه سافت صدره. رمونا من عدي جابونا من هناك اللي هنا وفلشوا سيارات الشرطه. كان الوفاه هنا حتى يردون يطفون السياره. احنا امس ضربوها ها وضربوا الولد كلها. من اللي فلش سيارات الشرطه؟ شنب شنب. الطابوق مالتهم الدخانية داموا يدقون بالسيارة. هسه راح تخلص راح يقولون المتظاهرين فلشوا السيارات مال الشرطة. هم بيناتهم انا اعرف بتحاول حرب. اعتراف متظاهر يوم 7/6/2020 رول ياسر اهل الزباله ابن الزباله.